مساء الخير وحلقة جديدة من رمضان مع لغن سعودي. عيدكم مبارك، ينعاد عليكم بكل حب يا رب. حلقة اليوم خاصة الحلويات العيد. أغلب الدول العربية تسوي معمول العيد وتعتبره من ثوابت عيد الفطر، بس البداية كانت من العهد المصري القديم، حيث يقال أنهم كانوا يصنعونها على شكل قوالب منقوش عليها عبارة كل وشكر. معمول العيد هذا ما نريد. نبدأ نضيف زبدة، مذابة، جبن، سكر، ثم بخلطهم إليك، نخلطهم ونخلط نخلط 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 دقيق بيكنج بودر ونمزجهم ونضيفهم على الخليط، ثم نرجع ونخلطهم لين تصير معانا العجينة زي كذا. شوفوا كيف ممتازة. نحشيها، ندورها، نفغصها ويطلع لنا شكل كشخة كذا، الشكل النهائي. ثم تقديم ثم عوا فيه، ما هو يابس، طري جدا. وبما اننا حكينا عن الثوابت، فتوزيعات العيد تعتبر كذلك من الثوابت عندنا بالسعوديه وتختلف اشكالها، بس الاجمل بالنسبه لي هي توزيعات المسجد اللي تكون بعد صلاه العيد للاطفال. هذه اجمل فقره. البقلاوة، بالحشام، البسبوسة، كلها أنواع الحلويات الشرقية لازم تكون موجودة في ضمن حلويات العيد اللي تقدم كضيافة العيد لضيوفكم في المساء. مساكم الله بالخير والنور، تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. نسوي إن شاء الله ويا بعض وصفة سريعة وبسيطة. نفرد العجينة شوي حسب ما تقطع صينية الفرن، ونقص العجينة من على الطرف. عندي الزبدة، الحين نحط الطبق من العجينة، نحط الزبدة، نحط الطبقة الثانية زبدة، الطبقة الثالثة، ونكرر العملية من الزبدة آخر طبقة، ندخل الأطراف. الحين بنقطع بهالطريقة، نسوي خط في النص. بعد التعب فيك الراحة، صراحة الشكل هريحني ومتشوق للنتيجة. رأيكم؟ بس آخر شيء نحط الزبدة الباقي، يلا على الفرن. الحين نسوي الشيرة، عندي سكر، بالموي، آخر شيء عصر ليمون. الموي جهزت، عندي الشيرة، صار الفستق. شوفوا كيف الشكل، شكل مغربي. بسم الله، قرمشة ولذيذة. الغريبة أيضا من الحلويات الشرقية الحاضرة في العيد، طريقة إعدادها سهلة.
عشاق الشوكليت كثير، ومع العيد تمتلي محلات الحلويات بأنواع الشوكليت وبأشكال متنوعة ومزينة أكيد بطرق مختلفة. إيش رأيكم هالسنة نسويها بالبيت؟ أبشروا عدا العيد، أبشروا عدا العيد، وعدت الأناشيد نرقص ونتصافح ونغني ونفعل البيتي فور من الحلويات اللي كبرنا عليها واللي تكون حاضرة في أغلب المناسبات السعيدة نفس العيد. الختام مع الحلى الأسهل التمرية واللي ما تكمل جلسة القهوة بدونها. مرة ثانية انتظرونا في الحلقة الجاية بمطبخ وصفة جديدة.